السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انا بس بعمل الفيديو ده عشان عايزه اوريكم هدايا جاتلي. اول واحده دي صوره، ودي علبه مكياج، فخليني افتحها معاكم واوريكم حاجه حاجه بالتفصيل واقول لكم جت بمناسبه ايه. بصوا، دي اول حاجه عجبتني قوي صورتي بمناسبة عيد ميلادي. صحابي خدوها وراحوا عملوها لي في رسام وكده، طلعت حلوة قوي، تحفة. كنت متصورها ساعتها بالسناب وهم قعدوا يدوروا على صور قديمة وقعدوا يقولوا لي عايزين صور ليكي، بس للأسف انا ما كانش عندي صور فاخدوا صورة قديمة. بس هي حلوة يعني، حتى لو قديمة فهي حلوة. عايزه اجيب لها بقى ايه، برواز. يعني انا مش عارفه هي طالعه لكم في ال هي عجباني قوي، بس التفاصيل بتاعتها تحفه. اسماء هما الرسامين كده، هو الرسامين كده. انا لما اكبر هعمل كل ده عشان عندي موهبه الرسم. شايفين؟ بجد انا مبسوطه بيها قوي وفرحانه خالص، حلوه قوي. دي كانت اول واحده. خلينا بقى نفتح الكبيره دي ونشوف فيها ايه. متكتفه تقريبا. دي كده عمته كانت جايبها لي علبه مكياج. هي جايبها لي مش عشان عيد ميلادي ولا علشان حاجه، هي جايبها لي، هي كانت جايه من السفر فعايزه تجيب لي حاجه. وانا زي ما قلت كانت خطوبتي خلاص، المفروض كان فرحي قرب، فهي جابتها لي يعني بمناسبه انه خلاص كان فرحي قرب. فانا عايزه افتحها معاكم، لان انا من ساعه ما جبتها لي حرفيا انا والله ما فتحتهاش. امسكي كده يا جماعة، بس تفتحي كده. فيها حاجات كمان اضرب كده. واو، مش عارفة انتوا شايفين ولا لا، انا ايدي داخلة في الحاجات. تعالي انت كده، انت لسه يا جماعة شفت حاجة، لسه في حاجات كتير او متخبية كده. عارفين المثل اللي بيقولك فيه كل ما لذ وطاب؟ هو ده. بس اول ما فتحناها الباب دوت، موجود فيه الفرش اللي هي دي بتاعت الحواجب. الكواليتي بتاعها جميل، دي وليب لاينر. وبعدين نيجي هنا، فيها عايزة ابعد عن انعكاس، فيها دول اللي هما الارواج دي، في واحد لونه بينك واحد لونه احمر، وفيها الاتنين الجليتر دول، واحد اهو كده احسن، واحد فضي والتاني ذهبي. وفيها
وفيها 2 فاونديشن، واحد فاتح والتاني غامق. ننزل تحت شوية، خلينا ماشيين بالترتيب. ننزل تحت شوية هنلاقي الباب ده. الباب دوت فيه 2 روج زي ما انتم شايفين كده، و2 برضو ليب لاينر، والفرش اللي هي بتاعت الاي شادو دي القديمة خالص دي، وبرضو فرش تانية للبلاشر وللاي شادو. خلينا نيجي الناحية دي اللي هو فيها الساسبنس كله. بصوا هنا في كل الوانات الاي شادو المات والجليتر مع بعض، وهنا في باقي الالوان، بس دي الوان فاتحه شويه، ودي الوان ورم على ترابيه كده. بصوا عملت اضاءه شويه علشان تشوفوا معايا الالوان. هنا الوان على، هنا زي ما قلت على ترابي، وهنا على بينك شوية. ينفع ممكن اعمل بيها زي بلاشر وحاجات كده. وهنا في لونين روج، وفي الكومباكت باودر. عايز اوريكم كده مولع الكشاف الموبايل، خليني امسكهم كده. وفي الاسبونج بتاعتها معاهم، ودوت 2 كومباكت باودر، واحد على اصفر والتاني على ابيض او بينك. شايفين تحفة. نيجي بقى للناحية التانية، فيها 3 كومباكت باودر، وفيها الوان على الالوان دي بيجمنت قوي يا جماعه. بصوا اللون عامل ازاي في ثواني. انا عملت كده اهو ورفعت ايدي، بصوا عامل ازاي سيلفر والنود. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله تحفه. وبلاشر وكمان اي شادو تاني، لان يعني هي كبيره جدا ومليانه حاجات كتيره خالص بصراحه. ايه رايكم؟ بصوا هنا الليب لاينر، واحد على اورنج وواحد على احمر. خلينا احطهم جنب بعض واقول لكم بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسينيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وبس كده، باي.